الموت على كل الخلائق، فقال كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حضرنا في هديه من هازم اللذات ومفرق الجماعات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أحبابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فيا أحبة، فقد أصاب سهم الأجل أخانا أبا نادر. نعم، أصابه سهم الأجل، منذ أن دبت فيه الروح انطلق سهم أجله، وقد أصابه اليوم. لم يبقى لأبي نادر لقمة في هذه الحياة ليأكلها، لم يبقى له شربة ماء، لم يبقى له نفس، استنفذ رزقه في هذه الحياة، وهو بإذن الله في ضيافة الرحمن. انتقل من شقاء الدنيا إلى سعة الآخرة، إلى المنان، إلى الرحمن الرحيم، إلى الودود الذي قسم الرحمة إلى 100 قسم، وأنزل رحمة واحدة على الأرض بها تتراحم الخلائق، وترك 99 رحمة. فرحمة الله واسعة، ونحن نتوسم خيرا بأن يغفر الله عز وجل لأبي نادر صبره على المرض. فالله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، فإذا صبر اصطفاه واجتباه. فأبو نادر بإذن الله من المجتبين، نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن تكون شدته ولأواه قد انقضت، ودخل في رحمة الله، ودخل في سعة رحمة الله، ودخل في الهناءة والسرور بإذن الله. وعزاؤنا يا أحبة أن أبا نادر كان من الصابرين، صبر على المرض. كنا نراه في المسجد تصيبه نوبات من المرض، ثم يهرع إلى المسجد فيصلي، وكنت إذا ما سلمت عليه تجد رباطة الجيش وتجد الصبر. فعزاؤنا أنه كان من الصابرين، وعزاؤنا أنه كون أسرة طيبة، فأبناؤه من الأبناء المحترمين، سمعتهم في البلد طيبة، وهذا كله بإذن الله في ميزان حسناته. فنسأل الله عز وجل أن يغفر له ولنا يا إخوة. يعني الموت عظة ليس لمن مات، وإنما هو عظة للأحياء. ولقد كان ابن الجوزي رحمه الله يقول، يعني يخاطب الناس، يا من مطالب بأعماله، يا محاسبا على أفعاله، يا مكتوبا له كل أقواله، يا مناقشا في كل أحواله. فربنا عز وجل سيناقشنا في كل الأحوال وسيسألنا. يقول في النهاية: نسيانك لهذا شيء عجيب. فعلى الإنسان يا إخوة أن يفكر في دنيا، وأن يفكر في رحلته إلى الله، أن يفكر فيما يعمل، أن يفكر فيما يقول، أن يفكر في كل شيء، وليعرف بأنه محاسب أمام رب العالمين. فالأنبياء مسؤولون، يعني غدا سيسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وماذا عمل به. فعلى الإنسان أن يهيئ لنفسه لهذه الأسئلة لعله يوفق في الإجابة عليها. فنسأل الله عز وجل أن يكون قد رحم أخانا أبا نادر، وأن تكون الملائكة قد نزلت عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله عز وجل أن يكون أبا نادر قد رأى أن رأى مكانه في الجنة بإذن الله، وأن يكون في ضيافة الرحمن. إني داع فأمنوا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، اللهم أبدره دارا خيرا من داري، وأهلا خيرا من أهله.
اللهم إن كان محسنا فزد في إحساني، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي. اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار يا رب العالمين. اللهم إنك غني عن عذابه فلا تعذب. اللهم يا ربنا اجعل مرضه كفارة له عندك يا رب العالمين، وارفع منزلته وارفع درجاته وتجاوز عن سيئاته واصفح عنه يا رب العالمين يا الله بأسرار الفاتحة. رحمة الله عليكم.